السلام عليكم الله وبركاته. النهارده هنتكلم على اخص العلم او اسوأ حاجه في طلب العلم. طب ليه احنا عايزين كده؟ الفاروق عمر الخطاب بيقول لا يعرف الاسلام من لا يعرف الجاهليه. كان بيقول انا خاف على الجيل الجديد اللي هو ما شافش مساوئ الجاهليه، ان هو ما يعرفش الاخطاء، ان هو ما يعرفش الاسلام ويعرف عظمه الاسلام. وفي شاعر من الشعراء بيقول عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. وفي صحيح البخاري كان صحابي حذيفة بن اليمان بيقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. في بقى حاجة سيئة جدا. طيب الإمام ابن القيم بيقول أعلى الهمم في طلب العلم علم الكتاب والسنة والفهم عن الله ورسوله نفس المراد وعلم حدود المنزل. وأخص العلم ده بقى أسوأ حاجة بقى، ده اللي احنا هنتكلم عنه النهاردة سريعا في دقائق مع ذات. وأخص العلم كسر همته عن تتبع شواذ المسائل، يعني هو كل همته ان هو يشوف المسائل الشاذه وما لم ينزل ولا هو واقع، حاجه ما حصلتش ولا هتحصل، وكل همته من معرفه ايه الاختلافات والشواذ من الامور واتبع اقوال الناس وليس لهم همه الا معرفه الصحيح من تلك الاقوال، وقل ان ينتفع واحد من هؤلاء بعلمه. يعني هو كل همه ان هو يدور على الحاجات الشواذ. بمعنى ايه الشواذ؟ يعني العلماء كلهم قالوا رأي وواحد خالفهم في مسألة، هو ياخد الرأي المخالف رغم ان هو عارف ان الرأي ده مش صحيح، او هو ما عندوش مقدرة ان هو يفرق بين الصحيح والضعيف، لمجرد بس ان هو يقول يا اخوانا ده انتوا فاهمين غلط انا بس اللي بفهم. وده اكثر المثقفين الان اللي بيطلعوا في التلفزيون بيقعد يدور على مسائل العلماء كلهم قالوا يمين وفي واحد غلط وقال شمال، هو يقول لك لا يبقى انا همسك في الرأي ده هو ده اللي صح. تمام؟ زي مثلا بيقول لك ايه ده المسجد الاقصى مش هو المسجد الاقصى، يعني ايه المسجد الاقصى مش هو المسجد الاقصى؟ لا ده المسجد الاقصى ده موجود جنب مكه في الطائف، انت جبت الكلام ده منين؟ لا ده فرعون مصر مش كمان شيء موجود في مصر، ده كان في اليمن وما كانش اسمه فرعون كان اسمه وليد، ده كلام بيتقال في التلفزيون. لا الصيام اللي شفت جات في رمضان ما بيفطرش، انت جبت الكلام ده منين؟ هو بيتتبع المسائل الشاذه. لما بنيجي ندرس فقه او اصول فقه او بنلاقي ان في مثلا العلماء مش كلهم ماشيين مع بعض، في واحد وصل له حديث واحد فهمه ان الحديث ده صح الحديث ده ضعيف، في واحد وصل له حديث والتاني ما وصلوش حديث، ففي اختلاف في الراي، فممكن واحد يفتي فتوى غلط. فاللي بيتبع شواذ المسائل ده عشان يظهر ده يعني بيتبع هواه، فما نمشيش ورا هواه. على سبيل المثال في السيره مثلا العلماء قالوا لنا 5000 واحد جم قالوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم سافر من مكه للمدينه عن طريق ان هو استخبى في الغار دوت وبعد كده سافر، حكوا القصه كلها بالتفصيل. جه واحد ودي روايه هتلاقيها شاذه انا قريتها، ان هو ربنا شق له البحر وركب مركب ووصل لحد المدينه. طبعا روايه شاذه لا سند تصح ولا 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 تخيلا ولا في الصحراء ولا حاجه خالص، بس واحد بقى ممكن يمسك الروايه دي ويالف فيها كتب ويقول لك لا لا كل الكلام التاني ده غلط انا بس اللي عندي الصح. دليلك ما عندوش دليل غير ان هو عايز يتمنظر. في روايه في الاسراء والمعراج ان الرسول صلى الله عليه وسلم راح في وهو مسافر وقف في الطور وصلى ركعتين، روايه ضعيفه. ما هم بقى بيمسكوا في الروايات الضعيفه وما بيقعدش يقارن بين الصحيح والضعيف ويمسك في الحاجات الصحيحه اتباعا للهوى، لمجرد ان هو يطلع في التلفزيون يقول لا 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 كل الكلام التاني ده هقص وانا بس اللي عندي الحاجه الصح. ان يقول لك ايه صلاح الدين اسوأ شخصيه في التاريخ، لا المسيحيين واليهود وكل الناس اللي في العصر بتاعه بيشكروا في صلاح الدين ويقول لك ان هو كان رحيم وعفى عنهم والحاجات دي كلها، وهو يمسك في مسائل معينه وفي روايات مثلا الناس بيكرهوا صلاح الدين ويقعد يقول لك ان هو اسوأ شخصيه في التاريخ. لو انت عندك دليل صحيح قوله، لو انت عندك كلام صحيح قوله، لو انت اجتهدت في حاجه، انما هي الفكره كلها ان هو يقول انا بس اللي بفهم والناس كلها ما تفهمش، ان هو يتبع شواذ المسائل. وصدقني لو اتبعت شواذ المسائل دي في كل حاجه مش في الدين بس، يعني في العلوم الذره في الفيزياء في الكيمياء هتلاقي كل ما بيقول راي وطلع واحد تاني قال راي مخالف ما حدش اقتنع بيه فكلهم ما رددوش الكلام بتاعه. يعني الناس كلها المعاصرين ليه لقوا ان الكلام بتاعه ما يستاهلش ان هو يتردد فما حدش قاله ونفضوا الكلام اللي هو بيقوله. تمام؟ بس هي الفكره كلها واحد بقى بيقعد يدور لا كلمه كده وكلمه كده يمسك فيها. انت فتحت كتاب لقيت 20 راي بيقولوا ان الحاجه حصلت بشكل فلاني والنظريه العلميه بتقول كذا،
لقيت واحد تاني مخالفهم، انا هاخد في الراي ده على اساس ان هو ده اللي انا شايف ان هو صح، اتباعا للهوى. فيا ريت نحذر اتباع الهوى، ويا ريت احنا نتدقق في مين اللي بياخد منه العلم. لما يكون واحد على طول كل ما بيطلع في التلفزيون بيغلط ويقول كلام غلط، وهو مش متخصص في حاجه معينه، كل مره بيطلع الكلام في كل المواضيع ويغلط في كل المواضيع ويكذب على العلماء ويقول كلام ما حصلش، خلاص يبقى نسمعه ليه؟ ما دام اغلب علمه ده بيقوله ده قال ده كذا ده كذا. لاحظ ان انا ما بذكرش اسامي، بس بقول لك الناس دي عندها خلط في دينه، هنمشي وراهم هنقعد نفسد الحاجات. لا، صح ان احنا نقرا ونجتهد وندور على كتب تكون مثلا محققه، يعني مكتوبه صحيح من ضعيف، الكلام ده صح ما حصلش حصل وهكذا، بحيث ان احنا نتاكد ان العلم بتاعنا ان هذا العلم دين. فانظروا عما تاخذون دينكم. جزاكم الله خير.